بسم الله الرحمن الرحيم. جدل كبير حوالين موضوع إتاحة التضمين. في ناس يقول لك ما تعلمش على إتاحة التضمين دي لما تيجي تنشر الفيديو بتاعك وتعمله علني. ناس يقول لك لا، علم على إتاحة التضمين، ده مهم، ده انت تستفيد. ايه الموضوع دوت؟ إتاحة التضمين دي عبارة عن ايه؟ لو جينا وقفنا هنا عشان نشوف ايه الموضوع، هلاقي بيقول لك ان لو حد خد من عندك الفيديو ده هيعرضه لك فين. مثلا انا خد حد الفيديو عندي، مثلا هيعرضه فين؟ هيعرضه على موقع عنده او على مدونة. تمام، انا استفيد من كده ايه؟ اي مشاهدات هتيجي تجينا انا، مش هتجيله هو. طب هو يستفيد ايه؟ ان الناس تقعد في المدونة عنده فترة طويلة، او تقعد عنده في الموقع فترة طويلة، تقعد تقرأ الحاجات اللي كاتبها وتفضل تقضي اكبر وقت ممكن. طول ما المدونة مفتوحة عند شخص معين باسمه بالايميل بتاعه بالكلام ده او بحسابه، هنا اللي بيحصل ايه؟ بيحصل الشخص ده بيكسب. فهو عايز يكسب عن طريق فيديوهات احنا بنتحلها التضمين، فهياخد الفيديوهات دي يكسب عن طريقها عند في المواقع. هم بيكسبوا من كده وبيكسبوا من حاجات هم بيكتبوها، وما لناش دعوه بالمواضيع دي. احنا اهم حاجه ان تحت التضمين ده بتجيب لنا مكسب، مش كده بس، وقناتي كمان بتتعرف. ليه؟ لان لو حد خد الفيديو عندي حطه على المنتدى عنده، كان عنده زيارات كتير جدا في اليوم، ما الناس هتسال الفيديو ده لما يبصوا يشوفوه مش هيعرف ان هو مش بتاع الشخص ده، بس هو يعني واخده عشان خاطر ايه؟ يزود المشاهدات عنده والقعد عنده فين، في المنتدى او في الموقع، يبدا يشترك عندي في القناه لما يعجب بالفيديو. طب معنى كده انا مستفيد؟ اه. طب بالنسبه للارباح بتجيني، المشاهدات بتجيني، يبقى انا بستفيد من كل الجوانب. يبقى ايه المشكله؟ لا، هنا مفيش مشكله. طب بيعمل لي نقلات غير شرعيه وكلام ده؟ برضو لا، انا ماليش دعوه بحاجه زي كده. اليوتيوب لما بيجي يحاسب على نقلات غير شرعيه، ما بيعاتبش حد غير الشخص اللي بيعمل نقلات من الاي بي بتاع الراوتر بتاعه هو، او الحساب بتاعه هو، او هو اللي بيكون عامل كده. يعني في حاجات كده جدا بتعرف في اليوتيوب مين اللي عامل نقلات غير شرعيه، لان مش معقول حد يكون تعبان وعامل قناه تاني يجي يعمل له نقلات ويقفلها له. ده رد اليوتيوب اصلا في الدعم الفني على الكلام ده. لما اتكلمنا معاهم قالوا الكلام ده، قالوا ان احنا ما بنقفلش اي قناه بسبب المواضيع دي، غير لما بنتاكد ان الشخص ده هو اللي عملها بنفسه، وهم عندهم صراحه طرق حديثه، وهم في الاخر دوله جوه دوله، يعني هم ناس جامدين وعندهم امكانيات وابلكيشن مستوى عالي جدا جدا. طيب نرجع لتحت التضمين مره ثانيه ونقول ان هي ليها فايده، لازم نعلم عليها وما ينفعش نسيبها كده. في ناس مش عايزه فيديوهاتها تتعرض عند حد، وعايزه فيديوهات تكون خاصه لها هي والكلام ده، دي حاجه ترجع لها هي وما نقدرش نتكلم معاها. بنتكلم على اخر حاجه في نشر الفيديو في قناة الاشتراكات ورسائل الاشعارات للمشتركين، دي ما ينفعش ما نعلمش عليها. ليه؟ لان دي اكتر حاجه بتودي الفيديو عند الناس اللي مشتركين عندهم الاشعارات والكلام ده عشان يقدروا يشوفوه، فبيزود هنا ايه؟ بيزود عندي حاجات هنا في البحث بتاع القناه، متصفح التصفح اللي هو بتاع الناس صفح الفيديوهات، لما الفيديوهات تروح لهم يبداوا يشوفوها، بعدين ممكن يعملوا لها مشاركه، يزود الاشتراكات عندي وحاجات زي كده. يبقى انا ما اقدرش ايه؟ اقفل البند ده. طيب لما الفيديو يبقى علني، البند ده بيحصل له ايه؟ بيبقى الهايلايت دي ما اقدرش اتحكم فيها بالمنظر ده، بتكون خلاص متعلم علامه بس مقفول عليها خالص. حلو، بس اطاعه التضمين بتفضل زي ما هي، ممكن تعينها تخليها، دي برضو تفضل موجوده، لانك ممكن في اي وقت تلغي اطاعه التضمين. طب لو حبينا نلغيها من مكان تاني من على الموبايل، في ناس ما عندهاش كمبيوتر وما عندهاش عمليه الاحتراف في التعامل مع الكمبيوتر، بنعمل ايه في الحاله دي؟ بندخل على الموبايل عن طريق اعداد، حاجه اسمها الاعداد المتقدمه في الاستوديو يوتيوب، بنلاقي تحت حاجه اسمها اتاحه التضمين، بنعلم عليها. لا، طب هل ممكن نعلم لكل الفيديوهات؟ لا، بندخل الفيديو فيديو نعلم، واليوتيوب هنا مش مدينا امكانيه نعلم لكل الفيديوهات. ليه؟ لان قال لك في فيديوهات انت عايز تعملها تحت تضمين، في فيديوهات انت مش عايز تعملها تحت تضمين، في فيديوهات انت عايزها تتشاف، في فيديوهات انت مش عايز تتشاف، دي حاجه ترجع لك انت. ده كله ملخص موضوع تحت التضمين، وانا بنصح انه يتعمل في بعض الفيديوهات مش في كل الفيديوهات طبعا، ودي نظريه لي انا برضه في شغلي انا. وانا عجبكم الفيديو ما تنسوش في لايك والشير، وشكرا لكم وربنا يوفقكم.